ترحيبيه. حقيقه انا الكلام اللي يقوله ابو عبد العزيز اتفق وياه غالبا، لكن في نقطه انت تطرق لها اللي هي موضوع اللقاء ويا سمو ولي العهد، كلام ان لا يجب ان تكونوا ملكيين اكثر من ملك. حقيقه هذا الكلام يعني انا احب نوضح انه لان اللقاء اللي تم ويا سمو ولي العهد في سفرته الى القاهره والاخوه موجودين، يعني نحب نوضح الكلام مو فقط لكم الى الكثيرين، لان صار في كثير لب وفي كلام يعني فسر خطا. الحقيقه في الطائره كنا متوجهين الى القاهره والاخوه رؤساء التحرير كلهم موجودين، اخ يوسف كان موجود، اخ جاسم كان موجود، والاخ فهد كان موجود، ما ادري بعد انا اخوان احد، ابو خالد كان موجود ويانا بعد، ما ادري اذا كان واقف في النقاش اللي حصل. اللي حصل اول ما ركبنا الطائره حصل في نقاش على الاوضاع في الكويت وسمو ولي العهد. تطرق الحديث انه يعني كان في عتاب من سمو ولي العهد على الطريقه اللي قاعد الصحافه كانت تعالج فيها الاحداث بالذات ديوانيات الاثنين. فقيل لسمو ولي العهد يعني اذا هذه الطريقه انت مستاء منها فيعني الصحافه كذلك مكبله. يعني على الاقل خلي وجهه النظر الاخرى ان تبدي وجهه نظرها. فبعد نقاش قال انا ان شاء الله تسمعون مني كلام طيب بعد ما ارجع لكم. وبعد 48 ساعه في المؤتمر الصحفي اللي حصل في قصر القبه هو اعلن رفع الرقابه عن الصحافه الكويتيه. وقال انا بس ارجع الكويت وخلال ايام معدوده، وكانت هذه منشطات الصحف كلها. وهو سمو ولي العهد التزم في هذا الكلام. عدل ولا لا؟ بعد ثلاثة أيام ركبنا الطيارة وحنا راجعين، صار في حديث بيننا وبينه بالطيارة، وهو قال كلام الليل يمحوه النهار. كان يتقشمر، ما كان يقصد. وبعدين دعانا إلى جلسة بعد رجوعنا إلى الكويت بأسبوع، وكان موجود ويانا في الجلسة الأخ بطلات. ودار الحديث على أن أنت هنا خلال أيام معدودة راح ترفع الرقابة عن الصحف. فرد وقال انا ما انصح الان برفع الرقابه لانه مو من صالحكم. مو من صالحكم رفع الرقابه عن الصحف. ليش مو من صالحنا؟ قال الاوضاع ما تستحمل، هذا كلامه اللي قاله. وبعدين قال واذا بنرفع الصحافه بنرفعها بناء على الاوامر الاميريه. طبعا الاوامر الاميريه يقصد فيها الماده 35 مكرر. فقلنا لا، بناء على الاوامر الاميريه تكون الصحافه خاضعه الى رقابه وزاره الاعلام. مع احترامنا وتقديرنا الى وزير الاعلام والى وزاره الاعلام، بس ما حد يقبل يخلي رقبته في المقصله وانت قاعد تقتصر المجهول. يعني ممكن يكون هناك في سحب ترخيص، ممكن سجن رئيس التحرير، ممكن خارج